بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الفاضل المسيحي، يا ريت تسمعني بأذن واعية، اسمعني بقلبك مش بعينيك، مش بودانك أو مش بأذنك. وأنا متأكد بإذن الله إنك لو سمعتني بأذنك الكلام اللي هقوله ده هيدخل قلبك بإذن الله. أهم حاجة نقي قلبك من الكبر والتعصب الديني، واسمعني اسمعني بقلبك. فيك مسيحيين كتير طيبين وعندهم قلوب يعني نقية، ولكن محتاجين اللي يرشدهم او يهديهم. ومسيحيين اقرب ناس للمسلمين بنص كتاب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب الله بيقول: لا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. خلي بالك، بعد ما قال للناس اللي اتلمت، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا ريت تسمع لي تركيز. انا هنتكلم في 3 4 دقائق عن دلائل واعجازات قرانيه. يا ريت نقي قلبك واسمعني كويس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره القمر: اقتربت الساعه وانشق القمر، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الكفار في مكه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو عايزنا نصدق ان انت نبي، شقينا القمر لنا نصين واحنا نصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى فشق القمر نصين، نص فضل مكانه ونص تاني يتحرك لغاية ما راح ناحية الجبل. فقال لهم، طبعا هو قال لهم لو شقت لكم القمر هتؤمنوا؟ قالوا له هنؤمن. بعد ما انشق القمر نصين قالوا: لا انت سحرتنا، ساحر. طب ما انتوا طلبتم وعملت لكم اللي انتوا عايزينه. قال لهم: طيب لو انا ساحر، في ناس هتيجي مسافرين بعد يومين من بره مكة، نسألهم. قالوا ماشي. طب لو سألناهم وقالوا ان شفنا اللي شفتوه خلاص، حلص. بعد يومين جم المسافرين، شفتوا ايه؟ شفنا شيء غريب جدا، ان القمر انقسم نصين، نص راح هنا ونص راح هنا. قالوا: لا يا محمد، انت سحرك مش قوة واحدة، قوة ثلاثة، سحرك بيروح لمدى بعيد جدا. ربنا سبحانه وتعالى نزلت هذه الآية في هذه الواقعة: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، أي سحر قوي مستمر إلى أبعد المسافات. المهم، لما طلع علماء الفضاء او ناس بتوع الفضاء للقمر، لقوا احجار مش موجوده، مش من جنس سطح القمر. عملوا ابحاث على الاحجار الموجوده دي، وجدوا انها جايه من باطن القمر. ولقوا ان كانت نتيجه الابحاث ديت ان لازم يكون القمر ده انشأ نصين. قالوا القمر ده لازم انشأ نصين. لما عرفوا ان كتاب الله او القران قال كده، اعلنوا اسلامهم على طول. قالوا القران ده كتاب من عند الله سبحانه وتعالى ورجل ده نبي، لان الاحجار اللي كانت موجوده والابحاث اللي اتعملت على سطح القمر اثبتت ان القمر قسم نصين. ولو بصيت في القمر هتلاقي فيه خط، وخط في النص من اوله لاخره كده، ابص في القمر هتلاقي فيه خط مطرح مكان القمر انقسم نصين والتحم مره اخرى بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الايه العظيمه. ايه عظيمه جدا، وبشهاده الناس اللي طلعوا القمر وقالوا ان القمر ده انشأ نصين فعلا ودخلوا في الاسلام. آية تانية عظيمة جدا تثبت نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أحدها بالتراب أو أحد فليغسله سبعا بالماء، سبعا أحدها بالتراب، يعني مرة 6 مرات بالمية وست مرة بالتراب. واحد من العلماء الفيزياء او علماء الكيمياء جاب الكلب وخلاه ولغ في الاناء، وبعدين غسل الاناء 7 مرات بالماء، وبعدين عمل حطه تحت الميكروسكوب فوجد ان الاناء مليان ميكروبات. طب مش عارف يعمل ايه. سمع ان في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كذا كذا كذا، تغسله 7 مرات، مره بالتراب ومره المره الباقيه بالميه.
طب ما نجرب اللي بيقولوا محمد، هو مش لسه ما اسلمش، غسل وست مرات بالميه ومره بالتراب، وضعه تحت الميكروسكوب، فوجد ان الاناء طهر تماما من كل الميكروبات وما فيهوش اي حاجه، اسلامه على الفور. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم راجل امي، ازاي عرف حاجه زي دي؟ مش عرفه بست مرات ومره بالتراب؟ هو راجل امي، لا يقرا ولا يكتب، ولا يكتب من 1428 سنه، دليل قاطع على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إن هذا الكلام وحي من عند الله سبحانه وتعالى ومش من دماغه، لأنه هو لا يقرأ ولا يكتب. فالعلماء دول لما بيبحثوا على طول، أو بيتأكدوا، لأنهم دول ناس علماء كيمياء وفيزياء، بيتأكدوا من صدق القرآن، بيخشوا في الإسلام على طول. آية تانية أو عظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم فليأخذها ثم ليغمسها مرة أخرى في الإناء، فإن في أحد أجنحتها داء وفي الأخر دواء. بعض الدكاترة أو العلماء من أمريكا عملوا أبحاث على الذبابة، وجدوا إن في واحد من أجنحتها دواء داء، وفي الآخر وفي التاني دواء، واكتشفوا زي حاجة زي البنسلين او مضادات حيويه بتعمل الجناح الثاني علاج الامراض، او دخلوا في اعلنوا اسلامهم. اي عظيمه جدا تثبت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه لا ينطق عن الهوى، وان هو وحي، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى. يا ريت دي الايات اللي بقولها دي 3 ايات من مئات ومئات ومئات الايات الموجوده في القران والسنه. ولو قعدت اتكلم عن المعجز العلمي في القران والسنه عايز ساعات وساعات وساعات، انا مش عايز اطول عليكم. الخلاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني اللي هيسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم ومش هيؤمن بيه، هيبتغي غير الإسلام دين، هيخسر آخرته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا وكان من أصحاب النار. فانقذ نفسك يا أخي، انقذ نفسك من نار جهنم. التعصب الديني مش هينفعك. أنا عملت الفيديو ده لأني أنا بحبك، أنا بحبكم وخايف عليكم، لأن شيء صعب جدا، شيء فظيع إن الإنسان يدخل نار جهنم ويخلد فيها ما يطلعش منها أبدا. اللي هيسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مش هيؤمن بيه، هيخلد في نار جهنم ومش هيخرج منها ابدا. الايات اللي بقولها دي او الدلائل اللي بقولها دي ما يختلفش عليها اثنين دلائل. لا مش ممكن اي انسان عنده مسحه عقل يقول ايه، يقول الادله دي ما بتثبتش او تدل دليل قاطع ان الرسول ان محمد عليه الصلاه والسلام ده نبي من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب انت صدقت انه نبي، يبقى في نبي بيكذب؟ النبي بيقول، القران بيقول كده والسنه بتقول كده. سيدنا عيسى نبي عظيم وكان نبوته لغايه ما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بيكمل شريعه عيسى. فالمؤمن الصح بيؤمن بكل الانبياء. فما تدمرش اخرتك. ما تخش هتدخل هتقع في نار جهنم ومش هتخرج منها ابدا. انا كل همي ان انا انقذك. انا مش هكسب اي حاجه، لكن انا صعبان عليا ان في مسيحيين كتير كويسين يعني وبيتعاملوا يمكن ربما احسن المسلمين. لكن ما دام انت مش يعني مش مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، مش مؤمن بالشريعه اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها لخلقه في اخر الزمان، خلاص يبقى اللي بيكفر بنبي من الانبياء كانه كفر بكل الانبياء. كفرت بمحمد عليه الصلاه والسلام كانك كفرت بعيسى. انقذ نفسك، انقذ نفسك، نار جهنم عذابها شديد جدا، ستدخل جهنم ولن تخرج منها ابدا. انا عملت الفيديو ده عشان خايف عليك. الحق نفسك قبل فوات الاوان، الحق نفسك قبل فوات الاوان. لو الموت جه وملك الموت جه وروحك طلعت، في الاف المسيحيين دلوقتي، عشرات الالاف او يمكن مئات الالاف، بيبكوا على اهاليهم بالدم، لان اهاليهم ماتوا وهم مسيحيين، هم دخلوا في الاسلام، ويعيطوا على اهاليهم يقولوا يا ريتنا اهالينا ذنبنا ايه ان محدش قال لهم. طب فانت احمد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيسخر لك ناس تقول لك. الحق نفسك قبل فوات الاوان، هتعض على اصابعك من الندم، هتبكي بدل الدموع دم. انا عملت، انا خايف عليك، مش
يعني شيء فظيع انك تخش جهنم ما تطلعش منها. قولوا قولي هذا، استغفر الله.